راح نقدم لكم النايل اللي كتبت حاجز بيت لحم بطريقنا لعرض، وما يفوتونا لانه ممنوع الناس تفرح يعني، واذا ناقصنا نخلي ناقصنا. فهددونا بالمخالفات وبالضغط، وبالاخر اجوا جماعه الله يخليهم فوتونا مع تمن التي زاخن من شكل الخضر. تاخرنا شوي بس الحمد لله هزمنا كل الحواجز، لانه احنا رايحين حاملين رساله محبه، احنا جايين حاملين رساله محبه. فاللي بيعرف يغني يتفضل معنا. مهديه لكل صبايا فلسطين كدعات، والعالم العربي، ولكل نساء العالم اللي قدامك حواجز ولازم تنزاح. I'm not afraid.
شكرا.